والمشكل انا عطيت الجمعيه وما تسيرش ودير لي اشكال وبقى محسوبه عليا وتدي الذنب يعني لا دونك هاد الطلبات للمحكمه كيتسجلوا دعاوى كتلبس فيهم عندنا بالنسبه للوثائق بصفه عامه كيكونوا زعما الطلبات ديالهم طبقا للقانون والشهاده ديال الولاده وشنو اخر هذا هما الاخر والطلب وقع اذا كان عندنا بالنسبه لهم هما حنا راه من الكافي انه يكون الطلب موقع غير من الجمعيه ما تسحوش راه هذوك اذا غير اذا كان ممكن بالنسبه بعد هذه النقطه المتعلقه ب السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ خراجي نائب وكيل الملك ورئيس خليه التكفل بالنساء اطفال ضحايا العنف. اليوم كان اجتماع الخليه التكفل بالنساء واطفال ضحايا العنف في اطار تطبيق مقتضيات الظاهره 1303 الذي من خلاله نجتمع كل بصفه دوريه وذلك لعرض الاكراهات التي تطرح على الخليه وكذلك اعداد خطه عمل للسنه دراسه الخطه السابقه واعداد خطه عمل للسنه الجاريه ومحاوله يعني طرح الاشكالات والحلول المقابله مع التوصيات. الحمد لله كان حضور كثيف من طرف الجمعيات العامله في الميدان وكذلك الجهات المختصه الجهات الحكوميه المختصه يعني الاعضاء اعضاء الخليه. تم عرض خطه العمل السابقه وكان تم تنفيذ تقريبا 99.99% منها لان من خلال الانشطه اللي قامت بها الخليه وشارك فيها سواء النائب المكلف او المساعد الاجتماعيات من خلال المواضيع المتعلقه سواء بالمراه او الطفل اي محاربه العنف ضد المراه والطفل بكل مكوناته يعني بجميع انواع انواع العنف المرتكب ضد هذه الفئه الهشه من المجتمع. تقريبا تم القيام ب 47 اكثر من 47 نشاط ورشات تكوينيه ورشات عمل في هذا الاطار هذا شارك فيها المساعده الاجتماعيه ومختلف اعضاء الخليه لتقويه القدرات الفاعلين وكذلك في اطار العمل التحسيسي اللي تقوم بها الخليه. هذا بالاضافه الى عرض العمل عمل الخليه خلال السنه من خلال الشكايات والمحاضر التي تم عرضها او التي تم تعرض على الخليه وتم معالجتها وكذلك مختلف الملفات التي تم تعيينها في اطار جلسه الخليه التي تنفرد بها المحكمه الابتدائيه بوجده وكل ذلك تم عرضه خلال هذا اليوم هذا وتمت مناقشه مختلف النقاط اللي يمكن تعترض العمل تاع اعضاء الخليه ومع محاوله ايجاد الحلول الكفيله بالنسبه للمشاكل اللي ربما تستعصى علينا ونوضوها في التقارير ديالنا ونرفعوها للجهات المختصه في الاطار وشكرا للاستماع.